سيزون الأسنان المرحلة اللي على موقع بطولكم تعلق على مباراة قمة جلسة معكم بفريق الوداد الوداد. بسم الله الرحمن الرحيم. تنظن بأن مباراة مهمة بالنسبة لنا أكثر من فريق الوزابين باش ننتصروا في هذه المباراة، مطالبين باش نقوموا بمجهود أكبر باش نرجعوا في سبورة الترتيب، لأن جميع الظروف مهيئة، اللاعبين فهما تيخوضوا التدريب بشكل جيد، تبقى الإصرار والعزيمة تكون أكبر باش في انتظار الدورات المقبلة إن شاء الله. كيف كنعرفوا مدرب فريق الوداد سي بدو الزكي كيعتمد كثيرا على ملء وسط الميدان، فهاد المباراة إن شاء الله غادي يكون عنده غيابات ديال محمد بن رباح وديال بكر الهلال، كيفاش كتشوف الغياب؟ فبالنسبة لفريق الوداد تنظن بأن عنده لاعبين جيدين، عنده ترسانة من لاعبين اللي ممكن المدرب يوظفها بشكل جيد. بالنسبة لنا احنا ما عندناش خيار آخر، خصنا نقوم بمباراة جيدة، وأهم من أن نرجعوا للمكان ديالنا اللي تنطمعوا أننا نكونوا فيه، خاصة أن البداية ديال البطولة ما كناش في المستوى، الفريق بدأ يسترجع الانسجام ديالو و